اهلا اهلا، يلا حيهم. صباح الخير او مساء الخير حسب توقيتكم كالعاده. طبعا ادري اني تاخرت جدا جدا بالتنزيل، بس لاني مره انشغلت مثل ما قلت لكم، واخيرا الحمد لله قدرت امنتج المونتاج. المهم مثل ما تشوفون هذا كان، ما ادري هل هو غدا هل هو عشاء، والمفروض انه غدا بس انا اقترحت انه يكون يعني يكون شيء خفيف. المهم اني سويت لي هالخبزه، رحت سويت الشغلة ورجعت وفرقتها كلها ذايبة مع شاهي، فقررت اني اكله عادي. اليوم اللي بعده قررت اني البس واوريكم لبسي. شوف هذه كانت بلوزتي، كويتها بدل لبستها مع هذا الشال والسلسال الابيض، وطبعا لابس الحلقي وهالساعة ومع نظاراتي. طبعا هذا كان الأوتفت حقي، بس بوريكم اياه بعدين. وهذا البلوز اللي بلبسه فوق لانه كان الجو شوي برد، مو مرة بس عشان يعني ما أمرض وكذا. المهم هذه شنطتي وهذه جزماتي، تكرمون. المهم الجو برا مرة يهبل، يعني أيام هالأيام مهما كان أحس يشفع على الجو الجميل يعني، والحمد لله يعني إحنا في خير يس. ودائما إذا تطلعوا لا تنسون أذكاركم ولا تنسون كل شيء. المهم هنا بعد ما وصلت فتحت الأنوار ويلا بسولف عليكم. طبعا قبل ما أطلع غيرت رأيي، لبست ذولي، ما لبست هذاك الأبيض. لا تسألوني ليش. المهم الحمد لله وصلنا، والحين بنلبس هذا والشال. دقيقة، نلبس بعدين نرجع لكم. الحمد لله لبسنا وخلصنا. طيب اول شيء راح اسوي اني راح ما راح اعلق عبايتي، راح احطها في دولابي، وين دولابي الحين بوريكم. هون الرف اللي فوق، طبعا دولابي فاضي ما في الا عبايتي، لذلك بحط عبايتي يعني بس، وهذا الكتاب واوراق العمل هذا اللي تحت، وهذه نقابي راح احطها في شنطتي. راح احط شنطتي برضو بالدولاب وكذا احنا تمام التمام. الشيء اللي ودي اسويه، كنت ودي اسويه يعني اني اسوي لي شاي في اكواب. دقيقة، ما لقيت اسم القفل لذلك الحركه كذا. وخلصنا، سويت الشاهي وخلصته، وبكذا يكون فلوقي خفيف لطيف انتهى باذن الله. في فلوقات ثاني كثير ومحتوى اكثر وفك يعني بطريقه مختلفه باذن الله، بس الى الان ما تيسر لي اني شلون اصور لكم، بس باذن الله اول ما يعني افضى اكثر. وتدرون اني رجعت لدراستي مره ثانيه، فانا في دوامه الى الان ما قدرت انتهي منها، فان شاء الله باذن الله ربي يستر لي بركاتي باذن الله. اشوفكم بالفلوب الجاي، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا عجبكم، وانشروا الفيديو لكل الناس، واكتبوا لي تعليق لطيف مثلكم، وادعموني دائما، وشكرا لدعمكم في الفتره اللي راحت والفتره الجايه مقدما. أشوفكم بالفيديو الجاي بإذن الله، في أمان الله.